أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء على قناتكم دائما شروحات ساتلايت. في هذا الدرس سوف نقوم بالتقاط قمر ليوتلسات 21 شرق مع أسترا على طبق ثابت كما تشاهدون. إشارة ليوتلسات، لمن لا يعرف طريقة التقاطه سوف يجد رابط في صندوق الوصف. وإضافة إلى ذلك هي المسطرة، قمت بتركيبها مسبقا على اللاقط من أجل اختصار الوقت بطبيعة الحال. ولمن لا يعرف يعني طريقة تركيب المسطرة سوف يجد أيضا رابط في صندوق الوصف كما تشاهدون. والالتقاط قمر اليوتلسات، ولمن لا يجده مستعصي مثلي كما قلت لكم، قمت باقتطاع الحلقة الأولى من اللاقط، سوف تشاهدون ذلك في فيديو اليوتلسات بطبيعة الحال. الآن سوف نذهب هنا كما تشاهدون، سوف أريكم يعني أن القمر شغال. هذا هو قمر يوتلسات قناة الرياضية المغربية، يعني جميع الأمور شغالة. إشارة 8 كما تشاهدون، يعني جميع الأمور واضحة. ومن أجل التقاط قمر أسترا يكفي فقط اقتناء لاقط بحلقة كما تشاهدون. سبق لي وأن قمت بتركيب هذه الأمور مسبقا فقط، ثم تقوم ب وضع الحلقة المكملة هنا كما تشاهد صديقي الكريم. بعد ذلك يتبقى لك فقط سوى تركيب اللاقط على الصحن. سوف نأتي إلى قمر أسترا، يعني كما تشاهد سوف نختار تردد قناة زدف كي يشاهد الجميع قناة زدف. هاي أصدقائي الكرام، هذا الفيديو سنسجله مباشرة، جميع الأمور واضحة. سوف أضع نسبة الإشارة، تردد قناة زدف 11362 أفقي، معدل ترميز 22000. فقط يكفي كما تشاهدون، ها هو اللاقط والمسطرة. سوف قم بإزالة هذا الكابل من هنا طبيعة الحال، ثم نضعه في اللاقط الخاص بنا هنا، يعني بكل سهولة. يعني وقمر أسترا كما تشاهدون، نحن الآن أمام الطبق، سوف يأتي من على يمينك، على يمين اللاقط الخاص بقمر يوتلسات سوف يأتي على يمينه كما تشاهد. فقط سوف نضع اللاقط في مكانه هكذا كما تشاهدون، سوف تأتي الإشارة بطبيعة الحال. جميع الأمور واضحة أمامكم، فقط يبقى لي تثبيت اللاقط، يعني هو اللاقط الخاص بنا. الإشارة كما تشاهد إلى أقصى حد. قمر أسترا يعني الترددات القوية، كلها ترددات قوية الموجودة على قمر أسترا. سوف نقوم فقط الآن بتثبيت هذا اللاقط في مكانه بالشكل الصحيح حتى نحصل على أقوى إشارة أصدقائي الأفاضل. يعني لم أجلب المفتاح الخاص بتثبيت اللاقط، فأنا الآن أقوم بتثبيته يدويا، أتمنى أن يثبت معي. كما تشاهدون أصبحت التركيبة هنا أسترا، هنا اليوتلسات 21، كما تشاهدون إشارة قمر أسترا 91. ها هي الإشارة، سوف أقوم بتشغيل القناة لكي يتضح معكم الأمر. قناة زدف كما تشاهدون، قمر أسترا يعمل بدون أي مشاكل. الآن سنذهب إلى قمر اليوتلسات 21، قنوات الأولى. سوف نزيل الكابل من هذا الجزء كما تشاهدون أصدقائي، سوف نقوم فقط بإزالة الكابل من هنا عفوا، قم بتثبيت الكاميرا جيدا، ثم نضع الكابل في مكانه يعني هنا. هذا اللاقط الخاص به وتلسات كما تشاهد الإشارة صديقي، جميع الأمور واضحة. سأقوم بتشغيل القناة كما تشاهد صديقي، قمر يوتلسات أيضا شغال
بدون أي مشاكل. الآن أصدقائي الكرام، نتمنى أن يكون قد استفاد الجميع من درس اليوم. هذه تركيبة اليوم، تركيبة سهلة وبسيطة، قمر الأسترا وقمر اليوتلسات 21. يمكنك إضافة قمر الهوتبرد، سوف يكون هنا كما تشاهد. يعني وهذه التركيبة الخاصة باليوم، كانت هذه تركيبة بسيطة لصديق كان قد قال لي أنه لا يمكن تركيب قمر اليوتلسات 21 والأسترا على طبق واحد، وبرهلنا له الأمر بسهولة. أصدقائي الأفاضل، كان هذا فيديو اليوم، إلى اللقاء.